أهلا بكم مشاهدينا إلى أبرز الأخبار في دقيقة. أمريكا تعتزم سحب مساعداتها من شمال غرب سوريا. البيت الأبيض يبحث أفضل السبل لحماية الأطفال في المدارس بعد قتل عشرة بالرصاص. انشقاق اثنين من كوريا الشمالية، أحدهما ضابط وفرارهما إلى كوريا الجنوبية. بنك دي زت الألماني يوقف تعاملاته مع طهران في شهر تموز يوليو المقبل. أيضا في أخبارنا، عشرات الجرحى إثر اصطدام حافلتين للركاب في مدينة نيويورك الأمريكية. إصابة ثلاثة أشخاص بمرض الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. واختبار دم لمرضى السكري قد ينهي حقن الإنسولين اليومية. وأخيرا في الرياضة، الإسباني رافائيل نادال يتخطى الإيطالي فابيو بونيني ويصل إلى المربع الذهبي في بطولة روما للتنس.